السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولعجبكم ما تنسوا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد اللي جداد على القناة. واللي قدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وشكرا على المشاهدة. بسم الله غادي نبدا معكم المقادير. بسم الله انا غادي نجيب واحد الاناء فاش غادي نعجن. كندير واحد الاناء اللي تيكون شوية واسع فين غادي نعجن. كندير الكاس الاول ديال الدقيق بعد ما نخلتو او غربلتو، كندير الكاس الثاني والكاس الثالث، ما كنديروش عامر، يعني هنايا كندير واحد 300 غرام ديال الدقيق. وغادي نجيب بيض ديال البيضه والصفر غادي نحتفظ به. البيضه كنقسمها، كندير البيض والصفر كنحتفظ به. كندير واحد 5 غرام ديال الخميره لان دابا الحال شويه سخون ما كنقويوش الخميره. كندير نص معلقه ديال الخميره وكندير الملح حسب الذوق، والسكر غادي ندير معلقه ونص. انا عندي هنايا معلقه ديال الطعام ونص معلقه، واللي تيبغي حلو تيزيد كيدير 2 معالق. انا كنقص شويه الحلاوه. وكندير هنايا عندي 6 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها، كندير الزبده اللي كتكون منوعيه جيده، كنخليها شويه حتى كتبدا تبرد. عاد باش كنضيفها على البيض صافي، وكنخلط بحال هكا، كنخلط بالمعلقه هنا. غادي ندير يدي باش غادي نعجن صافي. هنايا كندير كاس ديال 180 مليلتر غادي نعجن به، وغادي نقول لكم شحال هزات معايا ديال الماء لان على حسب الدقيق، كاين دقيق اللي تيشرب وكاين اللي ما تيشربش. وكنخلط، لان يعني كنخلط هذه كتكون شويه مطلوقه العجينه، حنا كنخلطوها هكا مرخيه ما تنقصعوهاش من الاول، ضروري ما كنرخفوها لاننا ما كندلكوهاش بزاف صافي. كنبداو ندلكوها هكا بحال العجينه ديال السفنج. بعد ما كنجمعها غادي نجيب معلقه ديال الجنجلان، معلقه ديال الكيناوا، ومعلقه هنايا ديال حبه حلاوه او الشمر. هاد الكيناوا كان على حسب، الا موجود عندنا كنديروها، الا ما عندناش كنديروا الجنجلان وحبه حلاوه، راه كافين او النافع صافي. وكندلك وكنبقى ندلك بحال هكا، راه الدليك ديالها ساهل ساهل، من اسهل ما يكون لان العجينه ما قاصحاش. كنزيد نرش وتندلك، انني هنايا عاود زدت الماء في الكاس لان هذاك الكميه ما قداتناش. غادي نزيد واحد 3 المعالق ديال الماء صافي، وكندلك بحال هكا، كنستمر عليها بحال هكا واحد 3 دقائق او 4 دقائق راه كتكون موجوده. انا كندلك هكا بيدي كيف ما قلت لكم بحال العجينه ديال السفنج ما كتمحلناش صافي. كنهزوها هكا وكنخلطوها بيدينا، راه كتجي ساهله صافي. دابا بعد ما جمعتها غادي نغطيها وغادي نخليها حتى كيتضاعف الحجم ديالها كتختامر. هنا راه خضات معايا 35 دقيقه راه كانت خامره صافي. كنجيب المول ديال الكيك لان هاد البريوش ديالنا غادي يكون خفيف حسن من الكيك، وكيجي رائع، كيجي منسم صافي. كندهن بالزبده وكنزيد شويه هكا ديال الدقيق، كندورو هكا على المول حتى كنلبسو بالدقيق. غادي نحيد هاد الزائد اللي غادي يبقى، كنحيدو صافي. هنايا العجينه ديالنا راه اختامرت وضعف الحجم ديالها. كندهن يدي بشويه ديال الزيت وكنبدا نجمع هكا العجينه من الجوانب باش كنحيد من هذاك الهواء اللي فيها صافي. هي راه مرخيه العجينه كتلتصق، ضروري ما كنستعنو هكا بالدقيق عفوا بالزيت. وكنحط هكا في المول، كندير بحال هكا بحال الكريسات وكنحط في المول بحال هكا. راه باقيين غادي يتقادوا راسهم لان العجينه مطلوقه مدلوكه، كتجي رائعه من اروع ما يكون. كنزيد كنبقى هكا نجمع وكنحط العجينه، كنستمروا عليه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله.
هنا غادي نقاد هذيك اللي بقات ليا، وغادي نزيدها في هذه الكميه اللي عندنا، كنزيدها من الجوانب صافي، وكنكملها هنايا. غادي نجيب عندي السكر سنيده، وعندي هكا المشماش اللي قطعته هكا. دابا راه الموسم ديال المشماش ما شاء الله، راه تبارك الله هذا المشماش راه زين، وكنستافدوا منه هكا ناكلوه صافي. كنغطسها هكا في شويه ديال السكر، لانني ما حليتش هاد البريوش بزاف، كنحطها فوق هاد الكريسات وكنصبر عليها بحال هكا، كنضغط عليها شويه حتى كتدخل في العجينه. ضروري ما كنضغطوا عليها باش كتشد مزيان صافي. هنايا كملنا مشماش، غطيناه، غادي نخليوها تختمر. بعد ما كتختمر مزيان كترجع تضاعف الحجم ديالها واحد 5 دقائق. كندير واحد الصفار ديال البيضه، كندير فيه شويه ديال الخل، وكندلك مزيان بحال هكا هاد البيضه. وغادي نبدا ندهن، انا كندهن ما كنضغطش عليه لان راها خامره وخفيفه، غير كنحط الشيته هكا من الفوق، ما كندهنش هكا المشماش، كندهن هاد الجوانب ديال العجينه باش كتحمر لينا العجينه ديالنا، وكتجي البريوش ديالنا كتجي رائعه سهله وخفيفه كتجي. وكندهن هكا، كنحط الشيته بشويه بشويه، ما كنضغطش عليها لان راها خامره. الفران ديالنا راه مشعلينو على 180 درجه، 180 ديال الحراره، كنشعل عليه من الفوق ومن التحت صافي. وكنكمل هاد البريوش ديالنا بحال هكا، كما قلت لكم ما تضغطوش عليها. انا راه هنايا تبعت معكم الخطوات باش كنسهلوا علينا بحال هكا. صافي بعد ما كنكملها هكا بالبيض، حنا راه ما ضغطناش عليها بحال هكا، الجوانب اللي كيبانوا لنا هكا خاوين تندهنهم باش يتحمروا صافي. وغادي نجيب شويه ديال الجنجلان، انا عندي هنايا جنجلان، هاد الجنجلان الكحل او الاسود، وكنزين به بحال هكا حبيبات قلال، كنزين بهم هكا من الجوانب صافي. غادي ندور عليها بحال هكا هاد الحبيبات ديال الجنجلان، واحد الكميه قليله، او كنديروا الحبه السوداء او السانوج حتى هو كيجي زوين، كنديروا الخشخاش اللي موجود عندنا اللي موجود، او كنديروا الجنجلان العادي يعني اللي موجود عندنا كنديروها هنا كتجي لذيذه، ولا كنكتفيو هكا بالمشماش صافي. كندخلها الفران على درجه الحراره 180، كتاخذ معنا 35 دقيقه كتكون موجوده. هنا راه بدات كتبرد بعد ما طابت وخليتها حتى بردت شويه، عاد باش غادي نقلبها غادي نصورها معكم، لان في الاول كانت سخونه كنخرجها وكنخليها هكا. دابا غادي نقلبها وغادي تشوفوا هكا الظهر ديالها حتى هو راه طيب، نتوما شفتوا معايا كيفاش طيبه ومحمره، كتجي رائعه وخفيفه كتجي بحال الكيك صافي. غادي نعاود نقلبها على الوجه ديالها، نتوما شفتوا معايا كيفاش شاده في راسها وخفيفه ورائعه بحال هكا، كنفرحوا بها هكا وليداتنا الدوازاتاي، او كنوجدوها لهم كنخليوهم للفطور يعني كياكلوا المشماش وتياكلوا شي حاجه اللي ديال الدار بلا ما كناخذوا شي حاجه ديال المخابز. غادي نجي هنا غادي نقطع معاكم واحد الطريف وغتشوفوه معايا كيفاش كيجي، كنزيد نقطع من هنا لان باقا سخونه، بالاحسن كتخليوها حتى كتبرد. غادي نوريكم كيفاش كتجي خفيفه وبحال الكيك، نتوما شفتوا معايا كيفاش كتجي، وكتجي لذيذه وكتجي مع هاد الزرارع كتجي رائعه. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. وغادي نخليكم مع الصور وغادي نقول لكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.